أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن جلسة مجلس الأمن بعد فشل مشاورات جنيف بسبب عدم حضور وفد ميليشيا الحوثي. أعرب مجلس الأمن عن أسفه لعدم حضور وفد الحوثيين إلى مشاورات جنيف التي كان من المقرر بدؤها الخميس الماضي. المجلس أكد في بيان صدر عقب الجلسة الاستثنائية بشأن اليمن دعمه لاستمرار جهود المبعوث الأممي لإعادة مسار السلام، وجدد المجلس مطالبته بالتنفيذ الكامل لجميع قراراته بشأن اليمن، ومن بينها القرار 2216، مشيرا إلى التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما الذي يمكن أن يقدمه مجلس الأمن لاستئناف العملية السياسية؟ وما مصير القرارات الأممية والمرجعيات المتعلقة باليمن ومدى تنفيذها؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. أسف فحسب، هو خلاصة الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة مشاورات عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتركزت حول الوضع في اليمن وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط. بيان مجلس الأمن بخصوص اليمن أعرب عن أسف المجلس لعدم حضور وفد الحوثيين إلى جنيف، وذلك رغم جهود الأمم المتحدة ودول أخرى للتعاطي مع شواغلهم، وأشاد في الوقت نفسه بموقف الحكومة لالتزامها بحضور المشاورات. ورغم إخفاق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في أولى مهامه، إلا أن المجلس أكد دعمه لاستمرار جهوده من أجل بناء الثقة بين الأطراف، وأكد كذلك أن الحل السياسي وحده يمكنه إنهاء الصراع والتخفيف من المعاناة الإنسانية. مجلس الأمن جدد في بيانه المطالبة بالتنفيذ الكامل لجميع قراراته بشأن اليمن، ومن بينها القرار رقم 2216، وهو موقف دأب المجلس على تكراره دون تطبيق فعلي على الأرض وفقا للمراقبين. يبين مدى ارتباط هذه الجماعة بالأجندات الإيرانية وامتداداتها في المنطقة. مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك أعرب في كلمة له عن أسف الحكومة لاستمرار المجتمع الدولي في استخدام توصيف غير دقيق وعبارات فضفاضة لتبرير سلوك ميليشيا الحوثي الانقلابية وفرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتها في كل جولة من جولات السلام، وعزى عدم مجيء الحوثيين للمشاورات إلى ارتباط هذه الجماعة بالأجندات الإيرانية وامتداداتها في المنطقة وسعيها لتنفيذ النموذج الإيراني في اليمن. المبعوث الأممي أصر في مداخلته على اعتبار ما جرى في جنيف إطلاقاً للعملية السياسية رغم إحباطه من غياب أحد الطرفين عن المشاورات، مجدداً التأكيد على نيته مواصلة مناقشاته مع الحوثيين في صنعاء ومسقط، في وقت شدد فيه جريفيث على وجوب عدم التورط في عمليات عسكرية جديدة في اليمن الذي قال إنه يسابق الزمن لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة فيه. لكن أصداء المعارك الدائرة في الحديدة تتجاوز تحذيرات المبعوث الأممي، مؤذنة بخلق واقع جديد في الحديدة أساسه استعادة سيطرة الحكومة على المدينة ومينائها، على نحو يقلل من أهمية أي زيارة مقبلة للمبعوث الأممي إلى معقل الحوثيين في صنعاء. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة رنا غانم عضو الوفد الحكومي في المشاورات، وكذا من لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح. أبدأ معك سيدة رنا، إذا مجلس الأمن يأسف لعدم حضور وفد الحوثيين إلى مشاورات جنيف، يؤكد التزامه القوي بوحدة وسيادة اليمن، يؤكد على ضرورة تنفيذ كامل قراراته بشأن اليمن، ويقول في نفس الوقت أن هناك إحباط من عدم يعني المبعوث الأممي يقول أن هناك إحباط لعدم قدرتي على إحضار وفد الحوثيين. بالنسبة لكم أنتم في وفد الحكومة للمشاورات، كيف وجدتم هذه الجلسة وهذه الإحاطة التي قدمها مارتن جريفيث؟ بصراحة هذه الإحاطة التي قدمها جريفيث في مجلس الأمن كانت متوقعة، وبالذات بعد البيان الذي أصدره من جنيف. وقد عبر المعالي الوزير خالد اليماني عن أسف الوفد الحكومي لهذه الإحاطة الرخوة التي أو للبيان الذي عرضه في جنيف، وبالفعل كان مارتن جريفيث عندما يتحدث معنا يؤكد أنهم معقلين لسير المشاورات، ولكن كما نعلم أن اللغة الدبلوماسية التي تتعامل بها الأمم المتحدة
والتي يحاول مارتن جريفيث أن يضع هناك جولة أخرى، فهو لا يود أن يقول صراحة من هو المعرقل، ولكن كنا يعني نتوقع لغة أشد من يعني قليلا مما لغة دبلوماسية، نعم، ولكن ليست مثل هذا يعني عدم يعني كأنه يقول أن هناك معوقات أعاقت قدوم الحوثيين، ليس هم من أعاقوا هذه المشاورات. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا سيدة رنا غانم. بالذهاب إليك دكتور محمد، إذا كما يبدو أن يعني هناك فشل من قبل المبعوث الأممي في تحديد شروط أو فهم شروط ومتطلبات الوفود إلى جنيف، وما يدل على ذلك عدم إقامة هذه المشاورات، لكن في نفس الوقت هو يتحدث على بدء عملية سياسية أو بدء مسألة الحل السياسي. في المقابل يعني بما أن هناك فشل، مجلس الأمن يدعم جهود مارتن جريفيثس، وهناك يعني تأكيدات حتى من رئيسة مجلس الأمن، رئيسة الدورة في مجلس الأمن السفيرة الأمريكية نيكي هيلي، تتحدث عن ذلك. لماذا هذا الدعم برأيك على الرغم من هذا الفشل في إقامة المشاورات؟ يعني بالطبع يعني أي مبعوث دولي لا يريد أن يعلن عن فشله، ما دام وخاصة أنه لا يزال في بداية المهمة، من الصعب أن يعترف بأنه سيصل إلى النتيجة التي توصل إليها ولد الشيخ. ولد الشيخ كان متفائلا في بداية المفاوضات. الإشكال بالنسبة للمفاوضين أو المبعوثين الدوليين أنهم عندما يقابلون الحوثيين في صنعاء يعني ينبهرون بالأداء اللفظي والكلامي لهذه الجماعة الميليشاوية، لكن عند المحاكاة تذوب هذه الكلمات ويظهر الوجه الحقيقي المتمثل في المماطلات الكثيرة التي صراحة هي تمتد من 2004 إلى حد هذا التاريخ. لكن الأمم المتحدة هي ليس من مهمتها أن تسوي شروطا معينة على أرض الواقع، هي كمنظمة دولية تسعى إلى إحلال السلم، وبالتالي لابد أن تتخذ أو أن تستخدم لغة مناسبة في الأهداف المعلنة لهذه المنظمة. على الرغم من أنه في الوضع في الموضوع اليمني هناك شيء من عدم الوضوح أو هناك شيء من التناقض. لو ذهبنا إلى القرار الدولي 22/16 سنجد أنه غالب بل يلزم الحكومة اليمنية باستعادة سيطرتها على كافة التراب الوطني. وفي الوقت نفسه يرسل مبعوث الأمم المتحدة جريفيث إلى اليمن ليمنع استعادة الحكومة اليمنية لمدينة الحديدة، وهذا صراحة تناقض واضح ينبغي الحكومة أن تتطرق إليه في لقاءاتها مع ولد الشيخ، وينبغي أيضا يعني يكون نقاش واضحا مع الممثليات الدبلوماسية للدول الخمس ولغيرها من الدول في الأعضاء في الأمم المتحدة. لكن الواقع أن الجولة فشلت قبل أن يعني جريفيث، الواقع أن التفاؤل هو مجرد تفاؤل لفظي، والواقع أن الإحساس الحقيقي بالمرارة وخيبة الأمل التي عبر عنها هو الإحساس الوحيد الحقيقي الذي أحس به جريفيث، لأنه لا يمكن أن يكون وقع المفاجأة عليه سهلا، وسبق الحوثيين إلى جنيف ليستقبلهم هناك ثم بعد ذلك يتعللون بعذر أو بآخر من أجل عدم الحضور. ولذلك لأن الوفد الحكومي ولأن الحكومة اليمنية والتحالف العربي وصلوا إلى قناعة، وهم بالفعل وصلوا إلى قناعة من قبل هذه الجولة، بأن الحوثيين لن يلتزموا لشروط السلام. اندلعت اليوم الأحداث العسكرية الواسعة في مدينة الحديدة. أخي الكريم، ينبغي أن نعرف أن الحوثيين بسيط جدا، وهو أن السلام يقضي على أمرهم في السلطة، هذا واضح. يعني أي سلام كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، ويعني إلغاء الانقلاب، إلغاء الاعلان الدستوري، إلغاء كل ما ترتب الانقلاب من مترتبات سياسية وأمنية وعسكرية. وبالتالي لا يمكن أبدا أن تصل السلطة ثروة في كل هذه المحافظات بينما هم محصورين في مديريات محددة في محافظة صعبة لهم أن يتنازلوا بسهولة. بل جانب
طيب دكتور محمد، هناك تقطع في الصوت إلى حين إصلاح هذا الخلل. أعود إليك سيدة رنا غانم. يعني المبعوث الأممي يقول إنه يسعدني أن أبلغ هذا المجلس أننا كنا قادرين على إعادة إطلاق العملية السياسية بدعم قوي من الشعب اليمني والمجتمع الدولي، ويتحدث عن زيارات إلى صنعاء ومسقط والرياض للقاء وفد الحكومة. أنت عضو وفد الحكومة للمشاورات، هل ما زالت أعمالكم مستمرة باعتبار أن هناك كما يقول جريفيث عملية سياسية مستمرة؟ لا أدري أنا ما يعني ما هي خلفية هذا التصريح. حتى ونحن في جنيف كان يقول أنه قد بدأ المشاورات معنا، هو في الحقيقة لم يبدأ المشاورات معنا، هو عندما ذهب إلى الرياض يعني تسلم رئيسة الخطوط العريضة للنقاط التي كانت ستوضع في المشاورات، خطوط عريضة كوجهة نظر للحكومة، كما تسلم أيضا نفس الخطوط العريضة أو الإطار العام من قبل الانقلابيين في صنعاء. ولكن عندما كنا في جنيف كان يطرح أنه بدأ فعليا المشاورات مع الوفد الحكومي، وهذا يعني ما لم يتم، ولا أدري يعني كيف يعني بدأ هذه المشاورات معنا. هو الآن يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يقول أن المشاورات مستمرة وأنه سيذهب إلى صنعاء وإلى عمان كي يحاول أن يعيد المسار أو مسار المشاورات إلى مكانه. أعتقد أنه هو يصرح بذلك كي يعطي إيحاء لمجلس الآن بأنه يعني يبذل الجهود، هو حقيقة يبذل الجهود، ولكن مع هكذا يعني فئات انقلابية لا أتصور أنه يستطيع أن يحرز أي تقدم. طيب يعني السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن هيلي تحدثت على أن هناك يعني مطالبة بمثلا تسهيل عمليات الوصول للإغاثة الإنسانية وأيضا فتح المجال للرحلات المتعلقة بالأمور والمشاكل الصحية وكذا الاستمرار والاستجابة إن صح التعبير يعني ما يطرحه هو لجهود مارتن جريفيث. كيف تنظر الحكومة إلى مطالبات مجلس الأمن هذه؟ هذه هي النقاط التي كان من المفترض أن تناقش في مشاورات جنيف، هي مسألة الجرحى ومسألة الأطفال ومسألة فتح الممرات الآمنة إلى المدن. كل هذه النقاط التي تتعلق بحياة المواطن اليمني كان يفترض أن تناقش في مشاورات جنيف، ولكنها لم توضع ولم تناقش. الحكومة بالعكس حريصة جدا على أن تخفف على اليمني، وهناك طرحت الكثير من الآراء حول آلية مثلا فتح مطار صنعاء، آلية الممرات الآمنة للمدن، وهذه طرحت كنقاط عديدة، لكن أنت تحتاج إلى الظرف الذي يعرقل مثل هذه المهام حتى يعني تتشاور أو تجد معه طريقة ما لإنفاذ مثل هذه الأمور. طيب برأيكم لماذا لا يتخذ يعني مجلس الأمن، بما أن هناك إحباط لهذه المشاورات، لماذا لا يتم اتخاذ موقف من الطرف المعرقل لانعقاد هذه المشاورات، ولماذا أساسا لم يتم الإعلان عن هذا الطرف؟ تعرف أن اللغة الدبلوماسية دائما للأمم المتحدة، يعني هم بالذات بعد يعني رأوا أن كان قرارا قويا، والان هم يريدوا ان يعيدوا السلام في اليمن يعني عن طريق العمليه السياسيه، فبالتالي هم يستخدمون لغه كبيره جدا حتى خليني اقول لستر لا يمثل الانقلاب الديني، واجد انها مخيفه جدا ان تقول نحن يعني نتوقع أن يقوم المجتمع الدولي بمزيد من هذه الشجرة الانقلابية بإجبارها بالخضوع أو الرجوع مرة أخرى إلى مسار السلام. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا مرة أخرى سيدة رنا غانم. بالعودة إليك دكتور محمد، يعني بالنسبة إلى الملف اليمني، إلى أي مدى ترى أن هناك جدية من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن في التعامل مع هذا الملف
خصوصا أنه لا يبدو أن هناك عملية تقييم واضحة أو معايير تقييم واضحة لمثلا المبعوث الأممي الذي تم اختياره بالتشاور مع مجلس الأمن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا لكثير من التقارير الواردة التي تتحدث عن الكثير من الانتهاكات وقرار يعني قرارات دولية مختلفة أصدرها مجلس الأمن ولا ينفذها في اليمن بشكل واضح. طبعا هذا السؤال ينبغي بتصوري أن يوجه للحكومة اليمنية وللتحالف وليس لمجلس الأمن. مجلس الأمن أعطى الغطاء التشريعي ووضع اليمن تحت الفصل السابع، بمعنى أن الأداة تنفيذ هذه القرارات الأممية الآن في يد الحكومة والتحالف. لا ينبغي للحكومة اليمنية أن تنظر لمجلس الأمن على أساس أنه أداة تنفيذ. هنا الخطأ، أو ينبغي أن ننظر للأمم المتحدة على أساس معايير قيمية وأخلاقية. لا، ينبغي أن ننظر إلى الأمم المتحدة على أساس أنها مجموعة من القوى الدولية الفاعلة التي لها مصالح، وأنها مجموعة من القوى الدولية التي تنظر على التحركات الميدانية أو الميداني والواقع المفروض على الأرض. طرف من الأطراف أن يعارض إذا كانت الحكومة قوية بشكل كاف لاستعادة أراضيها وكان التحالف العربي قادر على حسم المعركة، لا يمكن لطرف أن يعرقل. أخي العزيز، كل ما في الأمر بكل وضوح، المسألة والقضية اليمنية قضية عادلة واضحة وضوح الشمس. هناك انقلاب واضح وهناك شرعية واضحة، لكن هذه الصورة الحقيقية الواضحة التي نراها نحن لا ترى بهذه العين في الخارج لسبب بسيط، عدة أسباب، لكن في مقدمة هذه الأسباب الأداء الحكومي غير الجيد، وكذلك الأخطاء التي ترتكب قبل قوات التحالف هنا وهناك. هذه الصورة الضبابية هي التي أثرت على صورة القضية الواضحة العادلة في العالم، وبالتالي أنا في تصوري أن الأمر يعود إلى الحكومة في المقام الأول ويرجع إلى التحالف في المقام الثاني. عليهم في تصوري أن يحزموا الأمر بالنسبة لإحداث اختراق عسكري واضح يرغم الجماعة على الذهاب إلى المفاوضات على الأقل بأخذ من الحديدة. نحن نتذكر أنه عندما كان الحوثيون لا يزالون في عدن كانت هناك مطالب بالمفاوضات، لكنه كان يرفض ويشترط الذهاب إلى صنعاء، العودة إلى صنعاء، أن تكون المفاوضات في صنعاء. لكن ماذا حصل بعد أن خسر عدن؟ بعد أن انسحب من الجنوب ذهب إلى جنيف. وهكذا لا يمكن أبدا أن يذهب الحوثيون إلى مفاوضات وهم بنية أو ربما بمراوغة محددة، لكن بهامش من المراوغة قليل لا يمكن ذهبوا إلى المفاوضات إلا إذا استعادوا أو استعادت الحكومة اليمنية أو أحدثت خرقا أو اختراقا عسكريا كبيرا. يعني أنا توجهت بهذا السؤال إليك دكتور محمد لأن مجلس الأمن يتحدث عن أطراف في نهاية المطاف، على الرغم من وجود القرارات التي تحدد بشكل واضح مسألة التمرد ومسألة الانقلاب. هو محاولة الفهم لهذه المسألة لماذا يحدث هذا التعامل من قبل مجلس الأمن مع الملف اليمني؟ في حقيقة الأمر يعني لا ينبغي أن ننظر للترجمة العربية لمحتوى نصوص القرارات أو نصوص البيانات أو حتى للعبارات هنا وهناك بنوع من التشكيك. الشرعية هي طرف والمتمردون طرف، لكن كون الشرعية طرف وكون المتمردين طرفا كذلك لا يلغي الحقيقة الماثلة في القرارات الدولية بأن الحكومة الشرعية معترف بها دوليا وأن الحوثيين يمثلون انقلابيين متمردين، مع أن هي كلها أطراف، هي أطراف صراع، لكن في الأخير هناك طرف شرعي وهناك طرف غير شرعي. هكذا تنظر المؤسسة الدولية ولا ينبغي أبدا نشوش على هذه الحقيقة. لكن في تصوري أن الميدان هو الذي يحسم. إذا استطاع الحوثيون للأسف الشديد خلال الفترة الماضية أن يبدو قدرا من التماسك الذي جعل الصورة تصدر للخارج على أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فيها الأمن وفيها الاستقرار وفيها إلى حد ما شيء من الثبات، بينما المناطق التي تسيطر عليها الشرعية للأسف الشديد فيها مظاهر فوضى وفيها كثير من مظاهر التنازع على السلطة. هذه الصورة انعكست بالسلب على صورة الحكومة وعلى صورة التحالف في الخارج، وهذا الذي جعل بعض الأطراف هنا وهناك تتساهل في استخدام عبارات محددة ربما يتحسس منها الجانب الحكومي أو جانب التحالف العربي. إذا أشكرك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا على الهاتف من لندن. بالعودة إليك سيدة رنا غانم،
فيما يتعلق بما تفضل به دكتور محمد من أن الحكومة وكذلك التحالف هما من بيدهما الآن تنفيذ القرارات الأممية، ولا زال مجلس الأمن متفق بكامل أعضائه وهناك إجماع فريد من نوعه بالنسبة للملف اليمني، لماذا إذن لا يوجد هذا التحرك من قبل الحكومة الشرعية والتحالف لتنفيذ القرارات الأممية المتفق والمجمع عليها؟ أنا أتفق مع ما طرحه الأخ محمد جميح لأن الحكومة بالفعل أخفقت، وأنا لست عضوة في الحكومة حتى أرد لماذا أخفقت الحكومة، ولكن هو واضح أن هناك يعني حتى لم تستطع الحكومة أن يعني تضرب نموذج في المناطق المحررة، ونتيجة لما يتعامل به الانقلابيون من بطش والاختطافات واعتقالات لأي شخص يعارضهم استطاعوا أن يسترد الأمن في المناطق التي تحت أيديهم على عكس المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، هي تحمل فئات من توجهات مختلفة، هناك من لا يعارض الشرعية ولكن يعارض أداء الحكومة، وهناك من يود مثلا في الجنوب من يود الانتصار، يعني هناك فئات مختلفة داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، مما يصعب من سيطرة الحكومة، ولو كانت استطاعت الحكومة من وجهة نظري أن تضرب فقط النمو أو تبني نموذج أو تعيد مؤسسات الدولة كما كان ينبغي في المناطق المحررة لكفت حتى نفسها من أن تستخدم القوة العسكرية، أعتقد أن الناس كانت تترصد حتى من الداخل لأنها ترى نموذج في منطقة أخرى من الأرض اليمنية نموذجا للدولة يمكن أن تقاتل عليه، لكن يعني الناس لم تنظر حتى في الداخل لأنهم لم يروا أن نموذج الدولة الذي يتمنوا. أنا أتفق تماما أن القرار 22/16 من يجب أن ينفذه هو الحكومة والتحالف العربي. طيب بالتالي بعد يعني تعثر هذه المشاورات إن صح التعبير، هل تتوقعين أن هناك حراكا عسكريا سيتصاعد في الأيام القادمة خصوصا فيما يتعلق بالملف في الحديدة، مع التركيز على أن هناك الكثير من النقاط التي وردت في إحاطة ولد الشيخ التي تحذر من وتدعو لعدم التصعيد العسكري؟ التصعيد العسكري اليوم موجود على الأرض، يعني من مثلا نلاحظ الأخبار اليوم التي تأتينا من أرض المعركة هي أخبار على أن المعارك على أشدها والتصعيد على أشدها، ولكن إلى أي مدى سيستطيع التحالف العربي ومعه الحكومة اليمنية أو الجيش الوطني على الاستمرار في تحقيق الانتصارات على الأرض و تثبيت هذه المكاسب، يعني كثيرا ما نسمع ونتابع انه حققت انتصارات ولكن عندما يتم الانسحاب لا يتم اعلان ذلك في الاعلام، ونعود مره اخرى واذا بالجيش الوطني في نفس المنطقه، فاذا ما استطاع الجيش الوطني ومعه التحالف العربي ان يحقق انجازات حقيقيه على الارض اعتقد ان ذلك سيخفف الكثير عن الشعب اليمني. أشكرك إذن سيدة رنا غانم عضو الوفد الحكومي في المشاورات، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.